مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شارع السور. مشاهدينا، بهدف توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور بها ولتلبية احتياجات التنمية، صدر المرسوم الأميري رقم 63/1982 بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي ضمت تحت جناحيها قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب تحت إشراف وزير التربية. مشاهدينا، تهدف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى توفير القوى العاملة الوطنية الفنية وأيضا المهنية لتلبية احتياجات التنمية في البلاد في المجالات المختلفة لتحقيق التقدم. وأيضا من أهدافها أنها تجعل الشباب الكويتي هم أمل الغد الذي يعتمد عليه في بناء الوطن، وأيضا إيجاد العمالة الوطنية لمستويات العمالة الوسطى الفنية والمهنية. مشاهدينا الكرام، لتسليط الأضواء على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يسعدنا أن نستضيف مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري، كما أيضا نرحب بالدكتورة ندى مطوع. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك وسعداء بقبولك لهذه الدعوة. الله يسلمك. أنا سعد بهالدعوة. حياك الله دكتورة ندى. الله يحييك وأهلا وسهلا فيك، وأرحب أيضا بمشاهدينا الكرام شارع السور. حياكم الله. دكتور أحمد الأثري، يعني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أهم الهيئات الأكاديمية والتعليمية في دولة الكويت، لارتباطها بمؤسسات الدولة وأيضا وزارات الدولة المختلفة. يعني بالبداية حدثنا عن مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي مؤسسة تعليمية تضم تقريبا فوق 53,000 طالب وطالبة. الهيئة نقدر نقول داخلة في كل بيت كويتي وفي كل مؤسسة كويتية. بالنسبة للمخرجات الهيئة، احنا عندنا أنواع عديدة من المخرجات اللي نوجهها لسوق العمل. عندنا المخرجات الخاصة في قطاع التعليم، كليات التعليم، وعندنا المخرجات الأخرى اللي تجي من قطاع التدريب، ولكل مخرج من المخرجات هذه سوق عمل يختلف عن سوق العمل الآخر. بالنسبة للكليات، عندك الكليات، إذا تكلم عن كلية التربية الأساسية فمخرجاتها يروحون لوزارة التربية، كلية العلوم الصحية لوزارة الصحة، كلية التمريض لوزارة الصحة، كلية الدراسات التكنولوجية عادة مخرجاتها يتجهون للقطاع النفطي أو وزارة الكهرباء. قطاع التدريب نفس الشيء، لا مخرجات متنوعة، من تكلم على مساعد مهندس إنشائي، مساعد مهندس للطاقة لوزارة الكهرباء، مساعدين مهندسين وفنيين في معهد الاتصالات والملاحة، بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية الأخرى اللي تقدمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. دكتورة ندى، يعني أنت كأكاديمية، يعني كيف تتلمسين هذه المخرجات من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ يعني طبعا احنا نحس بالغيرة منهم. أولا احنا، أنا وزملائي من جامعة الكويت، من إداريي جامعة الكويت، الجامعة السنة أدركت أهمية العمل الإداري فابتعثت 20 إداري إلى إحدى الجامعات الاسكتلندية لدراسة نوعية التعليم، قيمة التعليم، المؤسسات التي تمنح الاعتماد الخارجي، عولمة والتعليم. كنا 20 شخص، يعني أقل من جامعة الدول العربية بكرسيين. اطلعنا على أهمية vocational education، مو التعليم التقليدي اللي احنا نعرفه، وهو التطبيقي، مع العولمة، مع قلة المقاعد في سوق العمل، وهذه موجة عالمية، مو هني بريطانيا تشعر فيها بعد خروجها من بعد قضية البريكسيت، خروجها من الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة اليوم vocational training community colleges بدأت تأخذ أهمية بخدمة المجتمع، تعليم الكبار، العودة إلى هذه المؤسسات لملء المقاعد في سوق العمل. وينعكس هذا الشيء علينا في الكويت. أنا أعتقد بأن إحنا حديثنا عن التنمية اليوم لا نريد، يعني استمعنا من الحديث الأكاديمي الكثير، والاستراتيجي يمكن أنا منهم، ولكن اليوم نتكلم عن الحديث العملي، من الذي يملك اتخاذ القرار العملي، الأيدي يعني العاملة والفنية، الأيدي العاملة يعني، أو الناحية التنفيذية من خططنا، وحناقشناها بشارع السور. ليش خططنا تتوقف عند الناحية التنفيذية؟ فأتمنى من متابعتنا اليوم لدكتور أحمد وحديثه عن التعليم التطبيقي أن نضع حل لهذا السؤال، إن احنا استراتيجيين نرسم استراتيجيات، ولكن هل فعلا التعليم التطبيقي ممكن أن
يساعد في تنفيذ آليات الخطة التنموية؟ والله شوف هذا السؤال وايد وايد ممتاز، يعني خاصة عندنا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويتعلق في عملية تنفيذ الخطة التنموية. احنا نتكلم على قطاع تعليم وتدريب لتنفيذ سياسات الخطة التنموية. انا اقول لك الان ان انا عندي اكثر من 58 برنامج مخصص لجميع المؤسسات الدولة لتنفيذ خطة التنمية، ونسميها احنا برامج تدريبية منتهية بالتوظيف. آخر برنامج تم إعداده مع الكي أو سي اللي هو نخرج لهم الآن كويتيين حفار أبار نفط، إنه يطلعون منه يتخرجين كحفار أبار نفط، غير الدورات الثانية الأخرى المرتبطة في مؤسسات الدولة كلها. ما في مؤسسة موجودة داخل الكويت إلا وعندنا لها دورة تنتهي في التوظيف. الطالب يدخل عندنا مدة سنتين، اليوم يدخل في الكلية أو المعهد هو عارف أنه بعد سنتين راح يتوظف في المكان الفلاني بما يخدم خطة التنمية أو الخطة اللي وضعتها المؤسسة الأصلية لما خلتنا نستقبل الطالب لتدريبه عندنا. أفهم دكتور يعني أن هناك خطة استراتيجية موضوعة من الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب لمعرفة وأيضا استكشاف السوق وعمل واحتياجات أيضا السوق مع السوق. نعم. مع سوق العمل. إحنا دائما خططنا التعليمية أو خططنا التدريبية تضع بالتعاون مع سوق العمل. حتى سوق العمل مرات يجون يقول إحنا بحاجة إلى شخص يكون قادر على معرفة واحد واثنين وثلاث، نقوم نجهز له. من ضمن الأمور اللي بتكلم عنها الآن موضوع جديد، برنامج جديد إحنا قاعد نعده الآن بالاتفاق مع وزارة الكهرباء، وإن شاء الله راح يكون مع الكي إم بي سي ومع معهد الكويت للأبحاث العلمية، لتخريج دفعة من الشباب الكويتي بعد سنتين أو ثلاث من الآن اللي مشولنا مشروع الشقاية الطاقة البديلة. فتخصص جديد راح يطلع اللي هو الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة، طلبتنا راح يدشون فيه وتخرجون في الدبلوم، يتخرجون بشهادة الدبلوم قادرين على إدارة وصيانة الألواح الشمسية أو الهوائية. دكتور أحمد، يعني هذا الربط بينكم وأيضا بين مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالتنمية، ونحن الآن في مجال التنمية، يعني خلق فرص عمل جديدة وأيضا إيقاف تخصصات اكتفى منها سوق العمل. صحيح. على سبيل المثال، يعني هل هناك تنسيق وتعاون بينكم وبين صاحب أو صانع القرار لاتخاذ ما يلزم في هذا المجال؟ هي لا، التنسيق بيننا وبين سوق العمل شوف تنسيق عالي بشكل ما تتصوره. يعني اذا بتكلم مثلا اذا عن تنسيق مثلا لنفرض وزاره او كليه التربيه مخصصه لوزاره التربيه، هي اللي تحدد لنا بالضبط شنو التخصصات اللي يحتاجونها اكثر وشنو التخصصات اللي توقف. الان احنا بتعاوننا مع جهات الدوله المختلفه اوجدنا برامج كثيره لهم. في بعض البرامج مثل برنامج المفتش جمارك، جت مؤسسه العامه للجمارك وقالت وقفوا لي يا العام السنه هذه، رات ان في حاجه احتمال قد يكون حق مينا جابر الجديد ممكن راح يحتاجون المفتشين، فقال ردوا شغلوا لنا، يا نحتاج خريجين بعد سنتين من الان للجمارك. اخر مشروع اللي تم معنا حاليا احنا مع الاداره العامه للاطفاء، حاليا في برنامج قاعد نقوم فيه بالاداره العامه للاطفاء بحيث ان الاداره العامه للاطفاء بعد فتره زمنيه من الان تكون عندها مؤسسه اكاديميه خاصه في الاطفائيين وتخريج الاطفائيين بالتعاون مع الهيئه العامه للتعليم التطبيقي. فتعاوننا مع سوق العمل بشكل ما تتصوره وثيق جدا. حتى لما نتكلم على وزاره الاعلام، حتى التخصصات الدقيقه الخاصه في وزاره الاعلام تخصصات جدا دقيقه تطلبها من وزارة الإعلام بالنسبة للفايبر، بالنسبة للتصوير، بالنسبة لكل ما يتعلق في الأمور الفنية في وزارة الإعلام، احنا قاعد نوفر لهم إياه. وبعدين يقولنا اكتفينا من الخريجين ذولي، نبي الخريجين. وكل ما طلع عندنا لا إله إلا الله سبحان الله، كل ما طلع عندنا تكنولوجيا جديدة، مشاريع أمور جديدة طاقت على السوق، يطلبوا منا أن نخرج لهم دفعات تتماشى مع هذه التكنولوجيات أو المعارف الجديدة اللي طلعت على الساحة. تقومون يعني بجهود جبارة دكتور أحمد الأثري بما يتعلق بدراسة سوق العمل واحتياجات أيضا سوق العمل، ولكن يعني هناك جهات تتواصلون معها كديوان الخدمة المدنية مثلا على سبيل المثال، وأيضا برنامج إعادة هيئة القوة، وأيضا التأمينات الاجتماعية، ولكن ماذا عن القطاع الخاص؟ القطاع الخاص بدينا في التواصل معه السنه اللي فاتت. احنا طبعا تواصلنا مو بس مع ديوان الخدمه في البدايه، تواصلنا مباشر مع المؤسسات انفسها على الروتين وحاجز نقلل الدوره المستنديه ونقرر الفتره الزمنيه ونعطي البرنامج ما يتناسب مع المؤسسه اللي طالبتها. بالنسبه لتجربتنا مع القطاع الخاص، بدينا فيها مع الفنادق
وبدينا فيها مع المستشفيات، وكانت أول تجربة لنا مع مستشفى السلام من ناحية تدريب طلبتنا هناك، ويشوفون مستوى طلبتنا اللي وصلوا له من مستويات في العلوم الصحية أو العلوم التمريضية. لكن للأسف يعني القطاع الخاص ما تجاوب معنا، تجاوب يعني كانت بس بدايتنا مع مستشفى السلام، وباقي المستشفيات رغم أن راسلناهم كلهم لكن كان التعاون بس بيننا ومستشفى السلام. الفنادق راسلناهم كلهم وبدينا نوفر لهم حتى التخصصات الخاصة في الإدارة الفندقية والأمور الخاصة في الضيافة الهوسبيتاليتي عندهم. بالبداية لقينا تجاوب وايد حلو وطلبوا منا نحتي وقعوا معنا مذكرات تفاهم، لكن للأسف بعد فترة زمنية أين دور يعني دكتور أحمد الأثري، أين دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا المجال؟ هذا يمكن قد يكون في قصور منا احنا، ان احنا ما وصلنا لغرفه التجاره. كان تعاملنا مباشر مع سوق العمل بما يخص الفنادق كفنادق، مستشفيات كمستشفيات، لكن لم نتواصل مع الغرفه وندخلهم في الموضوع. هذه يعني نقطه ممكن ناخذها بعين الاعتبار. طيب في شكوى يعني اكيد بهذه المؤسسات، مؤسسات الخاصه، لو كانت هناك ملاحظات او شكاوى بخصوص مستوى المتدربين، يعني احنا كجهه اكاديميه ممكن ان نؤدي اللي علينا ونقول ان مخرجاتنا اليوم مستعدين، لان المجهود اللي حطيناه بتعليمهم هو مجهود جبار. وانا متاكده ان حتى المناهج التي وضعت لتدريب متدربي ابار الشقايه على مستوى عالي، ولكن لا يعني ان استيعاب المتدرب بالمستوى المطلوب. فهل في وحده او اداره تسمع من القطاع الخاص احتياجاته؟ يعني عندنا مثلا في مجلس التعاون الخليجي على المستوى الخليجي، دولة الإمارات اليوم في تخصص اسمه ضيافة هوسبيتاليتي مثل ما تفضلت. هذا التخصص يشبه العلاقات العامة، ولكن دولة الإمارات رأت بأنه مناسب لشواغر العمل في الفنادق الخاصة. اليوم إذا كانت المؤسسات الخاصة تشتكي، يعني أنت تقول أن المخرجات ممتازة وهي ترى أن هناك فجوة في المهارات، يمكن طبعا لأنها مؤسسات ربحية لا تريد تدفع رواتب، ولكن هناك أعتقد في دعم عمالة. في دعم عمالة. لو كانت هناك فجوة بالمهارات شنو دوركم؟ هل تقولون لهم دربوهم ولا تعدلون المناهج او يعني؟ خش سؤال دكتوره. احنا عندنا ادارتين، الاداره الاولى اللي هي تنسيق ومتابعه دورات التدريب، هذه مختصه في الدورات التدريبيه ومتابعه المتدربين، وعندنا اداره ثانيه اللي هي اداره متابعه الخريجين وسوق العمل. لدرجه ان هذه الاداره الاسبوع اللي فات عملت ملتقى مفتوح في الاستاد الرياضي اللي بشويخ، زين، منادي كامل ضمت فيه كل المؤسسات التعليميه والمؤسسات الخاصه والعامه، سميناه ملتقى الفرص الوظيفيه والتعليميه للطلبه، واشتغلنا فيه لمده 3-4 أيام على مستوى الكويت كلها، وكان في قبول وايد مشجع لعمل هذا الملتقى للسنوات القادمه. عمليه التغيير بالنسبه لسوق العمل، سوق العمل بالنسبة للقطاع الخاص، يعني احنا لما تكلمنا نتكلم على مستشفى السلام مثلا او مستشفى اللي تعامل معنا، اعطونا فيدباك، الفيدباك قمنا نعدل منه ونمشي امورنا بما يتماشى مع متطلباتهم، رغم ان كانوا هم وايد مستانسين من عملية او من مستوى اللي وصلوا له طلبتنا. لان خاصة دكتورة احنا عندنا، واكد لك على الكلمة هذه، معاهدنا فيها اجهزة ومعدات حديثة ممكن ما تكون موجودة في سوق العمل. من المصاريف اللي قاعد تصرفها الدولة على عيالنا وطلبتنا بحيث أن تمكنهم من عملهم اللي قاعد يقومون فيه. إذا سوق العمل من البداية امتنع أنه يأخذ خريجين، أنت من الصعب جدا تقيمينهم على أساس أنه ما عندك فيدباك منه. أي. لكن بالنسبة للمستشفى السلام أخذنا فيدباك وبدينا في عملية التعديل. البقية الكي أم بي سي مثلا، الكي أو سي، شركات النفطية، لا قاعد نأخذ منهم فيدباك بشكل مباشر، حتى مرات يدخلون حتى في النسبة، ارفعوا لنا النسبة، نزلوا لنا العمر، لا ارفعوا لنا العمر، النسبة سووا، نبي العدد هالكثر، نبي كذا، حتى مرات يحددون نسبة الأعداد المقبولة ويحطون حسابهم حسبة المتسربين. طيب منو منافسكم في السوق؟ منو اللي ينافس كليات التعليم التطبيقي؟ في الوضع الحالي اللي احنا فيه؟ يعني ما اعتقد منو اللي تشعرون بان تحسون كل يوم نبي دكتور بدها تقول جامعه الكويت لا والله ما انا جامعه الكويت، لا جامعه الكويت كمؤسسه من عارق المؤسسات التعليميه اولها، زين، جامعه الكويت لها اطارها الخاص ولها اسلوبها الخاص وطريقتها الخاصه في التعليم، وتبقى جامعه اكاديميه بحته.
احنا كهيئة عامة للتعليم التطبيقي نعني في الدبلوم ونعني في العمالة الوسطى. العمالة قد تكون في منها العمالة الفنية والعمالة المدربة لتأدية أعمال أخرى. احنا مكملين لجامعة الكويت. طيب بما يتعلق بتشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وانتم لكم دور كبير في هذا الموضوع كما ذكرت يعني دكتور احمد، يعني هل هناك اتفاقيات ابرمت في هذا المجال؟ اتفاقيات مع تشجيع العمل في القطاع الخاص؟ في اتفاقيات عملت مع إعادة الهيكلة حاليا، وتم التوقيع بيننا وبين الهيكلة بالقطاعين، قطاع التدريب وقطاع التعليم، وبعدين في عملية تنفيذ بنودها بما يتماشى مع المصلحة العامة. دكتور أحمد، يعني دور صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح له دور كبير في دعم التعليم وأيضا دعم المؤسسات التعليمية، كيف تتلمس هذا الدور؟ والله شوف، بالنسبة لصاحب السمو يعني حضوره الشخصي لحفلات التخرج هذا يعتبر أكبر دعم للتعليم، ولما يوقف على المسرح ويكلم عياله سواء البنات أو الأولاد وهو واقف على المسرح ويسولف معاهم ويشجعهم، لما يسلم كل واحد شهادته ولا لما يسلم على بيده ويقعد يسولف معاهم، يمكن هالدقيقة اللي الطالب يوقف فيها أمام صاحب السمو ما تتصور حجمها عند الطالب إيش كثر وقيمتها عند الطالب إيش كثر. هذا الدعم اللي نشوفه احنا ما نشوفه في دول كثيرة، لكن عندنا صاحب السمو حاضر في كل مؤسسة تعليمية، في كل إنجاز تنجز المؤسسات التعليمية ويشجع عليها بطريقة جدا يعني راقية. تخيل أن صاحب السمو أي الحفل يكرم الطلبة يرجع مرة ثانية إلى الديوان يرسل لنا رسالة شكر وتقدير، يعني هذه الرسالة هذه هي اللي تبرد جبد كل من اشتغل في حفل التكريم أو الطلبة اللي درسوا في المعاهد وكليات الهيئة. فالدعم غير محدود. دكتور أحمد، الآن سوف يعرض المخرج يعني جرافيكس عن مخرجات التعليم وأيضا إحصائيات سوف تشاهدها الحين، تعليقك عليها دكتور أحمد. كما تشاهد إحصائية أعداد الخريجين 2016-2017 يعني على سبيل المثال كلية التربية الأساسية، هي طبعا كلية التربية الأساسية تعتبر من أكبر كليات الهيئة العامة، هي الكلية فيها ثلث طلاب الهيئة العامة، إذا تكلمنا احنا 50,000 طالب وطالبة، كلية التربية الأساسية فيها فوق 23,000-24,000 طالب وطالبة. هذا عدد الإجمالي 1419 الخريجين. الخريجين لفصل دراسي واحد، الفصل الدراسي الأول فقط، لما نستنى الفصل الدراسي الثاني بالإضافة الصيفي راح يوصل العدد إلى 4,000 أو 5,000 طالب وطالبة في الكلية هذه بروحها. طيب التنسيق بينك وبين جامعة الكويت بما يتعلق بكلية التربية، يعني هناك خريجين أيضا من جامعة الكويت، كيف يتم التنسيق بينكم وبين سوق العمل في وزارة التربية؟ مقسمة، جامعة الكويت تعني في المتوسط والثانوي، احنا نعني في الابتدائي فقط، الابتدائي والمتوسط في بعض التخصصات اللي هي المكتبات وتكنولوجيا التعليم ندخل معاهم في المتوسط. طيب دكتور أحمد، يعني ما هي الأسس التي تعتمدونها من أجل جودة التعليم؟ طبعا أسس كثيرة عندنا. أول شيء طبعا قبل أن نتكلم الأسس خلنا نبدي من النهاية. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعتبر أول مؤسسة حكومية تسلم ملفها الخاص في الرغبة في عمل الاعتماد للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الأسبوع هذا، سلمناهم إياه وقلنا لهم يا جهاز الاعتماد الأكاديمي إحنا جاهزين لتطبيق معاييركم علينا على كلياتنا ومعاهدنا. فهذا جانب احنا ناخذه ونحرص عليه. بالنسبه للمؤسسات الاخرى او نتعامل مع مؤسسات اخرى، انا عندي الكليات الهندسيه مع ابت، الكليات الدراسات التجاريه مع الميدل ستيت، كليه التربيه حاليا مع بعض المؤسسات في بريطانيا، المعاهد حاليا عن طريق جامعه السوربون وباريس اكاديمي. الدفعه اللي دخلت عندي في المعهد الانشائي الان بعد سنتين راح يتخرجون، راح يكون عندهم شهاده غير شهاده الدبلوم اللي ياخذونها بالهيئه، شهاده يسمونها يوروباس، ان هذا الطالب متعلم ومتدرب على المعايير الاوروبيه بامكانه يشتغل في اي دوله اوروبيه. وهذه راح تسري على كل المعاهد ان شاء الله، راح نطبقها، بدينا في تطبيق الاجراءات على كل المعاهد. عندك معهد الطاقه كل برامجه اعتمدت من ابت، معهد الاتصالات والملاحه حاليا تم اعتماد 3 برامج والبرامج الاخرى سيتم اعتمادها قريبا. فقاعد نمشي مع مؤسسات الاعتماد ونعتمد برامجنا بشكل يعني نعتبره احنا الكور اللي لازم نهتم فيه على اساس نضمن ان مخرجاتنا تتماشى مع متطلبات سوق العمل. وبنفس الوقت لما نروح سوق العمل نقول لهم
هذا احنا كهيئه عامه للتعليم التطبيقي معتمدين من الجهه الفلانيه ومعتمدين من الجهه يعطيني مصداقيه اكثر لي حتى امام سوق العمل ان انا والله ممكن انك تثق فيني وتثق بخريجيني بحكم هذه الاعتمادات اللي موجوده عندي. دكتور ندى، بما يتعلق بجوده التعليم وايضا مستوى التعليم. جوده التعليم طبعا اليوم مع اثر العولمه على المؤسسات التعليميه التعليم العالي بشكل عام، يعني من الضروره وخصوصا للدول الناميه انها تسعى الى هذه كيف المؤسسات. كيف النتائج او الاحصائيات التي هذه يمكن تم عرضها منذ قليل دكتور احمد؟ يمكن الاحصائيات الخاصه بالتعليم التطبيقي. نعم دكتور احمد يمكن يبي يعلق عليها. هذه احصائيات اعداد الخريجين. كليه التربيه الاساسيه. كلية التربية الأساسية ألف وهذا بالنسبة للعام الدراسي 2021. أي ألف يعني. العام الدراسي 2015-2016 هو الطلب على أي هذا زاد العدد دكتور زاد العدد زيد العدد على التربية الأساسية الطلب الأكثر على التربية الأساسية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية والآن زاد الطلب على التمريض التمريض عندنا التمريض العام والتمريض المدرسي مع المستشفيات الجديدة وغيرها وللمدارس لأنكم طارحين برامج جاذب للخريج لا مع المستشفى مع المستشفيات الجديده يعني الطلب عندكم مرتبط بسوق العمل إيه؟ سوق العمل محتاج تخصص التكنولوجيا إيه؟ واحنا لاحظنا في الزياره اللي زرناها عندكم في المباني كان في اعلان لافت للنظر اول مره اشوف اعلان يعلن عن محاضره لخريجي قسم التكنولوجيا ويلزم وزارة التربية بأن إحنا نعطيكم خطة لتوظيف أبنائنا وهذا طبعا شيء جيد أن المحاضرة يكون هدفها موجود على الإعلان صح. ترى إحنا نكلمكم هؤلاء أبنائنا وإحنا اليوم نتكلم لسد هذه الثغرة في سوق العمل لخريجينا. وأيضا قرأت لك تصريح قبل فترة عن التعلم الإلكتروني المثير للجدل هذه الأيام لأن من الصعب أنك تحافظ على هوية المتعلم إلكترونيا إلا طبعا بالنظم الحديثة اليوم سكايب وغيرها ولكن حتى الآن لم ينل الاهتمام الكافي. شنو سبب الصعوبات أو هل لي تخصص التكنولوجيا علاقة بتقنية التعليم أو غيرها؟ هو ما نقول هو يمكن قد تكون الصعوبة الوحيدة اللي موجودة أمامنا في عملية الانتقال للتعليم الإلكتروني هي الميزانيات. المشروع احنا اخذناه وطبقناه في كلية التمريض بحيث لان كلية التمريض هي الكلية ما نقول الوحيدة لكن هي الكلية الحديثة عندنا وكل برامجها باللغة الإنجليزية فمن السهل جدا ان نتحول للتعليم الإلكتروني وكتبها جاهزة ان ممكن تحويلها الى إلكتروني وبنفس الوقت انها تكون بايونير لبقية الكليات. بدينا في التطبيق وحاليا ماشيين لكن تبقى اغلب المعوقات اللي قاعد تواجهنا هي معوقات مادية معوقات ميزانية. سنتحدث عن الصعوبات لكن هناك أيضا استطلاع دكتور أحمد الأثري عن الطلبة وأيضا الصعوبات والمشاكل أبرز مشاكل الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لنشاهد. شعب مغلقة يعني هو من الأساس نفسه لأن قاعد يقبلون طلاب وايد قاعد يصير في اكتفاء بالموضوع فالشعب قاعد تتسكر فما في مكان. وبالنسبة حق وحدات أنا تخصصي تربية بدنية المواد وحدة يعني وحدة على مادة تبطل مادة الشعب مسكرة فمتى رح نتخرج؟ ما أتوقع أن احنا رح نتخرج يعني بالمدة اللي احنا مفروض نتخرج فيها وإحنا عندنا يعني مدة لازم نتخرج فيها فلو يعني الوحدات يزيدونها او الشعب يبطلونها او مثلا هو سله واحد سله ثانيه يشبكونهم مع بعض احنا راضين نضغط على نفسنا بس نبي وحدات اكثر. طبعا احنا بعد ككليه تطبيقي والتربيه الاساسيه عندنا مشكله بعد بالمواد المسبقه يعني مثلا عندنا احنا كتخصص عربي او تخصص انجليزي في مواد تفتح مواد يعني مثلا يبطلون لنا اياها الكورس الجاي ما يقدرون يبطلون لنا اياها كل الشعب تكون مغلقه فهذا الشيء راح ياثر على تخرجنا وراح ياثر على الطالبات وايد. فأتمنى أن يكونون يبطلون لنا مواد مسبقة علشان يساعدونا أن كطالبة تتخرج وكذا. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم ومستمرون بالحوار مع الدكتور أحمد الأثري المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. دكتور أحمد أهلا ومرحبا بكم من جديد.
شاهدت معي الطلبة وأيضا الصعوبات التي يواجهونها. يعني هناك نحن مقبلون على فترة الصيف، يعني عن موضوع أغلب الطلبة في هذه الفترة بالتحديد، يعني يتسألون عن الفترة أو ضمان الشعب الدراسية المفتوحة ليس المغلقة لضمان تخرجهم وعدم ترحيلهم إلى الفصل الأول. بما يخص الفصل الصيفي. نعم. بما يخص الفصل الصيفي طبعا شغلتين ودي أقولهم. طبعا بالنسبة للسنة هذه زدنا ميزانية الكليات أو كلية التربية الأساسية بالذات بنسبة تصل إلى 80% عما كانت عليه في العام الماضي. فأعتقد أن الميزانية راح تكون كافية ووافية لتغطية جميع المقررات المطلوبة اللي أنا ملزم فيها أمام الطالب للتخرج فصل الصيفي، اللي هي طبعا الطلبة الخريجين المتوقع تخرجهم المسبق والطلبة المتميزين. الميزانية اللي حطت ميزانية جدا عالية تفوق 1.5 مليون دينار كويتي فوقهم لفصل صيفي، فأعتقد أن هذه الميزانية راح تكون أكثر من كافية. لكن هم عندنا مشكلة ثانية أكررها بما يتعلق في السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت هم نفس الشيء، أن في البداية الطلبة كانوا متخوفين من الشعب وإلى آخره. يوم فتحنا المجال وزدنا الميزانية فتحنا الفصول في وقت السحب والإضافة 18,000 كرسي تم سحبه. 18,000 كرسي، ترى العدد مو سهل. 18,000 كرسي معناته أنت منعت 18,000 طالب أن يأخذ مادة، أو نقول نصهم 9,000 طالب أن يأخذون مادتين في الفصل الصيفي لما تصير فترة الانسحاب. لحل هذه المشكلة شنو تقترح؟ المشكلة فرض رسوم مثل ما تسوي الجامعات. وهذا المفروض أن أنا لما أتقيد مع الطالب، لأن أنا وضعت ميزانية ووضعت جدول دراسي والتزمت بالطلب اللي أنت طلبت مني يا طالب يا اتحاد طلبة، ووفرت لك كل اللي تبيه في وقت السحب والإضافة، تنسحب تقولي أنا ما أقدر أدرس برمضان، طيب والميزانية اللي وضعتها والأعداء هي التدريس اللي تم توفيرهم لتدريس هذه المواد، ترى 18,000 مو شوية، 18,000 كرسي. فأعتقد وضع الرسوم أو قيود معينة ممكن تحد من العملية هذه، ونقدر ذي الساعة تكون المواد مفتوحة للجميع. بس هم نفس الشيء لا ننسى شنو، أن الكورس الصيفي هو ليس فصل اعتيادي كالفصل الأول والثاني، هو فصل يكون استثنائي لحالات معينة من الطلبة اللي ممكن يستوعبهم. دكتور أحمد أثر، يعني أولاً نبارك لكم هذا الإنجاز الذي تحقق في مشاركة الهيئة في المعرض الدولي للإنجازات الحكومية الذي أقيم في دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، تحت عنوان حكومات وطنية إنجازات عالمية. يعني جاءت كأفضل إنجاز حكومي للمؤسسات الحكومية لعام 2017. حدثنا عن هذا الإنجاز الذي أفرحنا جميعا. طبعا لله الحمد، إن طبعا مثل ما تفضلت إن الكويت شاركت كمؤسسة من ضمن 7 مؤسسات كويتية للمعرض اللي صار في دبي برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد المكتوم. بعد ما قيمت البرامج والمشاريع اللي قدمتها الهيئة للمجموعة المنظمة، طلبوا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عرض تجربتهم داخل المعرض لكل الزوار. ففي نهاية البرنامج في نهاية المعرض طبعا عقب ما اشتغلوا الناس وبدوا يشتغلون وبدوا يعرضون تجربتهم لكل الزوار، ولقوا استحسان كبير من الإنجازات اللي صارت أو أنجزت داخل الهيئة. فصنفت الهيئة في تصنيفات من ضمن أفضل 100 مؤسسة على مستوى العالم بإنجازاتها، خاصة أنها شنو، أنها إنجازات داخلية محلية. يعني لما أقول لك الآن عندي أنظمة إلكترونية جديدة تم العمل فيها كنظام الأرشفة، نظام التراس الإلكتروني، نظام تاس مال تريننج سيستم حق الطلبة المتدربين، كله انبنى داخل الهيئة بأيادي كويتية ولم يكلف الدولة فلس. الآن عندنا برنامج جديد اللي بدينا في عملية تسويقه، وأول لانش كان له في دبي في معرض الإنجازات، وحاليا راح يكون على الآيف على التليفونات الذكية، اللي هو الإي أدفايزر، الأدفايزر الإلكتروني. كل طالب عنده أدفايزر إلكتروني يدخل على حسابه، يبين للطالب شنو المواد اللي يأخذهم، هل مسار الطالب مسار صحيح، هل بحاجة إلى أنه يعدل وضعه في مخاطر قدامه ولا ماشي صح. كل هذا يطلع له من الإي أدفايزر. إذا كان بحاجة إلى معلومات أكثر ممكن يروح لمكتب التوجيه والإرشاد، لكن الإي أدفايزر هذا يغني الطالب عن مراجعة أي شخص لإرشاده في التسجيل أو متابعة. حتى ممكن الإي أدفايزر يحسب لك معدلك،
كل كورس مسبقا اذا جبت التقادير هذه في كل ماده، فالطالب يكون على علم مسبق حتى قبل نهايه الكورس معدل التراكمي سواء العام او التخصصي ايش كثر راح يصير. وهذه برامج كلها بنيت داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. هل هذا ألغى وظيفة المرشد الأكاديمي؟ لا ما ألغاها. ما ألغاها. استل المكتب الإرشاد توجيه الإرشاد ما زال موجود. أيه؟ وإحنا حاليا قاعد نعزز منه بشكل أكثر، لكن هذا نوع من أنواع اللي يعاون بدال الطلبة. إذا كانت مثل كلية التربية الأساسية عندي 23,000 طالب كلهم بيروحون المكتب ذيك الساعة، لا ممكن 3,000 يروحون المكتب، ال 20,000 عارفين ان مسارهم زين ومسارهم امورهم طيبه وما عندهم مشاكل اللي تخليهم يتوجهون لمكتب التوجيه الارشادي. فيشعر الطالب انه هو مو منسي، ان الهيئه متواجده معاه بتليفونه وما عنده عذر انه يعزل نفسه عن الدراسه، وهذه يمكن اساسيات ايضا التعلم الالكتروني. اي يعني حاليا انه يكون متواصل بشكل مستمر. تواصلنا مع الطلبه الان لكل طالب عندنا موجود في الهيئه ايميل خاص فيه. تواصلنا من خلال الإيميل الخاص فيه مال الهيئة. يعني هذا حتى مستقبلاً الآن، يعني ما كانت موجودة لكن الآن في المستقبل حتى راح يكون عندنا دفعات خريجين الهيئة ممكن نتواصل معهم على سنوات مستقبلية قادمة. أن نعرف أن هذول والله عيالنا اللي تخرجوا في السنة الفلانية بالتخصص الفلاني، وتقسم تقسيمات وايد حلوة. الهيئة متواجدة مع الطالب مثل ما قلت لك، سواء في حتى في الإيميل، في تسجيل المواد حالياً يعني يسجل المواد من الموبايل ماله. الطالب الجديد شو احتاج منه؟ الطالب المستجد اللي بيدخل عندي في الهيئه ترى محتاج منه اللي يدخل السيستم ويحط رقم المدني ويحط التخصصات اللي يرغب فيها. ما بي منه لا شهاده لا بطاقه مدنيه، ما بي منه اي شيء اني بسبب الربط الالكتروني اللي صار مع مؤسسات الدوله. هل هناك انجازات اخرى تم المشاركه بينكم وبين مؤسسات؟ والله في انجازات، هي في انجازات كثيره. يعني خلينا نقول في عندنا الانجاز الخاص في فزنا فيه بالمركز الاول بالنسبه للحكومات الالكترونيه في دبي في مسابقه الشرق الاوسط على مستوى الشرق الاوسط السنه اللي فاتت. في عندك الـ بالنسبه لطلبتنا بما يخص دور المناظرات، وحتى احنا اول مره نشارك ونفوز على جامعه الكويت السنه اللي فاتت. قلت لك السنه هذه طلعنا معاهم الاول طلعنا معاهم الاول مكرر في مسابقة المناظرات. بناتنا شاركوا في معرض الاختراعات اللي صار في قطر عن طريق السيارة الذكية. التنافس بين جامعة الكويت وال تنافس حلو. لا وتنافس حلو، تنافس جميل. إيه لا تنافس حلو. يعني شعرنا بالغيرة من البنى التحتية عندهم، لكن احنا ان شاء الله لما ننتقل الإشدادية راح إن شاء الله. يعني إن شاء الله. نسحبكم على طاري البنى التحتية، يعني نبارك لكم المبنى الجديد. اي ان شاء الله الاول المباني القادمه راح تكون ستيت اوف ذا ارت. يعني قلنا الدكتور المباني اللي وضعت حاليا ثلاث مشاريع جديده اللي تتماشى مع خطه التنميه. اذا بنتكلم عنها انا شفتها، بس حسيت ان التوجه للتعلم الالكتروني دائما يقلل من هذه المساحات، بس وجدت ان انتم تبون تطبقون تعلم الالكتروني وايضا تتوسعون بالمساحه. دكتوره خلينا نقول شغله، يمكن عشان التدريب العملي، يعني في التدريب العملي والهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب هي اخر ملاذ لكل طالب وطالبه لم تجد اي مجال للدراسه في مؤسسات الدوله. عشان كذي تلاقينا نحن كهيئه عامه للتعليم التطبيقي نطلع نتائج القبول الخاصه فينا اخر مؤسسه. عقب ما جامعه الكويت تستوعب الطلبه، الجامعات الخاصه، الجيش والشرطه، بعدين احنا نعلن عن قبولنا انه والله يا جماعه اللي ما حالف الحظ في المؤسسات هذه ترى بيباننا مفتوحه. عشان كذي تلاقين اعداد الطلبه عندنا اكثر بكثير من اي مؤسسه تعليميه. دكتور احمد تطرقت لموضوع التنميه، يعني حدثنا عن ان مشاريع التنميه في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي مرتبطه طبعا بخطط التنميه. اي اكيد مرتبطه طبعا مشاريعنا التنمويه اللي مرتبطه في خطه التنميه بنفس الوقت خطه التعليم، خاصه ما يتعلق في الانشاءات في المباني الجديده في المناطق الجديده. احنا عندنا الان ثلاث مشاريع، مشروع في منطقة صباح الأحمد، مشروع متكامل في منطقة جابر الأحمد، ومشروع متكامل في منطقة الجهرة. وهذه كلها راح تكون عبارة عن كليات ومعاهد مستقلة أو راح تكون أفرع للكليات الرئيسية كما هو معمول فيه بالمملكة العربية السعودية. نظام في صباح الأحمد والجهرة وجابر الأحمد. والفصل الدراسي اللي فيه احنا كانت لنا أول تجربة نخوضها في عملية فتح باب الفروع، اللي فتحنا كلية التربية الأساسية بنات في منطقة تيماء لطلبة لطالبات منطقة الجهرة. بما يتعلق بالتدريب وتحدثت عنه، ولكن يعني ماذا تحقق فيما يخص التدريب؟ يعني ما هي الآفاق المنتظرة في هذا المجال دكتور؟ والله عاد خاصة بتكلم على التدريب والآفاق اللي منتظرة فيه، أنت تتكلم على
يعني موضوع وايد كبير، خاصة لما نتكلم على التدريب في كل مجال من المجالات اللي ممكن تتكلم فيها أنت بحاجة إلى التدريب. إحنا والتدريب بس ما يشمل طلبتنا ولا يشمل الطلبة اللي إحنا قاعد ننطلق لتدريب الناس اللي قاعدين من سوق العمل. مثلا عندنا مركز ابن الهيثم مخصص للتدريب، عندنا حاليا أعطيك شغلة من الشغلات اللي أنجزت اليومين ذولي، كانت من أيام المدير السابق الله يذكره بالخير المهندس عباس السماج، ولله الحمد كمل المشروع مع المهندس منذر الكندري، وقدرنا أن يكون معهد الاتصالات والملاحة يأخذ الموافقة أكاديمية سنغافورة للطيران، ونكون معهد الاتصالات والملاحة هو المركز الإقليمي لتدريب كل من له علاقة في الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. يعني تخيل لما تكون أنت مركز إقليمي، إحنا ما نقول بس مركز إقليمي للتدريب، شوف المدخول اللي ممكن يدخل على دولة الكويت من ناحية الناس اللي راح يتدرب عندك، راح تسكن في فنادقك، راح واخذ السلسلة راح تمشي معك. يعني هذا كجزء من الأجزاء، غير المعاهد الثانية اللي خذت اعتمادات من مؤسسات أخرى. فالتدريب مثل ما قلت لك ما رح يوقف عند مجال معين، التدريب ماشيين فيه وكل يوم الثاني قاعد ندخل فيه في مجال، خاصة إن مثل ما قلت لك إن أنا عندي 58 برنامج منتهي بالتوظيف. منتهي بالتوظيف، لما تكلم على منتهي بالتوظيف هذا حتى يعطي استقرار وأمان للطالب اللي داش عندي، إنه عارف إنه بيشتغل بمكان الفلاني براتبه الكثر، علاواته الكثر، دوامه شفتات ولا دوامه عادي، مجرد أن يتخرج بعد سنتين. دكتور ندى، عندي إيه والله، عندي أنا يعني موجة التقشف في الإنفاق العام، طبعا هذه تعم اليوم يعني أصبحت حديث أغلب المؤسسات الحكومية. صحيح. مؤسسات التعليم العالي أيضا معنية أولا ك يعني راسمي للاستراتيجية العامة، ثانيا كمؤسسات مكلفة. صحيح أن هي مهتمة بالعنصر البشري والاستثمار بالعنصر البشري، ولكن هناك بدائل مستمرة للميزانية العامة للدولة لتقليل هذه المصروفات. في حديث عن الشراكة بين القطاع الخاص والعام، يمكن سألتك قبل قليل الدافع لكم للإنجاز، هل تشعرون بأن هناك منافسة؟ لأن اليوم في كليات فوكيشنال أو تطبيقية خاصة ولكنها طبعا مكلفة، يعني مو مثلكم في هذه المساحة ومجانية التعليم. ولكن اليوم مع الحديث عن تقليل المصروفات، أي قطاع من القطاعات عندكم اللي تعتقد مستقبلا، وهل فعلا في مجال للشراكة بينكم وبين القطاع الخاص بحيث أنه يكون في يعني نوع من أنواع تحمل التكلفة؟ مثل ما تفضلت قبل قليل، من أعظم التكاليف اللي تحملونها هي فتح الشعب. ثم استهتار الطلبة، لأن ما في غرامة تغيير الرأي في آخر لحظة، ما يدفع شيء فيحجز كرسي وبعدين يسافر بالصيف. شو أنت تكلم هنا على الشقين، يعني الشق الأول اللي هو بالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص. دكتورة يمكن أقول لك إحنا عملنا مؤتمر أخير اللي هو مؤتمر هيدن جلوبل، وكان عنوانه النولج إيكونومي أو اقتصاديات المعرفة. مولت الدولة بجزء، لكن الجزء الأكبر من التمويل من القطاع الخاص. الجزء الأكبر من التمويل من القطاع الخاص، يعني وعدد الناس اللي حضروا المؤتمر يوميا كان لا يقل عن 1700 شخص يوميا لمدة 3 أيام، غير اللي شاركوا في الدورات وإلى آخره. شراكتنا مع القطاع الخاص وايد عالية، قاعد يتحملون تكاليف غالبية المشاريع اللي قاعد نقوم فيها في الهيئة، سواء كانت ملتقيات، مؤتمرات، أمور اللي تخص الطلبة، المسابقات. لكن إني الجانب الثاني، جانب تقليل الميزانية، جانب تقليل الميزانية هو أخطر شيء إنك تقللين جانب ميزانية التعليم. إحنا لما نتكلم على مؤسسة أو وزارة معينة وبقلل ميزانيتها، ممكن نتقشف في شراء جهاز، شراء أمور معينة، لكن لما يكون عندي ميزانية تعليم وأقلل من ميزانية التعليم هذه أو عاملها كأنها أي مؤسسة أخرى، هني راح تصير كاثر، ترتب عليها أمور كثيرة، خاصة إذا أنت توصلي لمرحلة معينة عندك أعداد طلبة زايدين، تحتاجين إلى مثلا شعب دراسية أكثر، تحتاجين إلى توفير ساعات للطلبة، وتحدد لك ميزانية معينة للصرف على هذا الباب. توصل لمرحلة معينة تقولين خلاص أنا ما أقدر، هذه الحدود اللي أقدر أشتغل فيها. بعدين يعني ما تقدرين تضحين، خاصة بالمؤسسات التعليمية، أنت إن ضحيتي بتضحين في جودة التعليم.
ضحيتي بجوده التعليم كانك قاعد تضحين في الطالب نفسه لما يتخرج منك ويطلع المؤسسه. اليوم انتم تعبتوا على معايير الجوده، يمكن سالتني قبل قليل عن الجوده، في مؤسسات اقليميه وفي مؤسسات دوليه. اليوم نلاحظ الاقبال على المؤسسات الدوليه اكثر، يمكن مثل ما تفضل الدكتور أبت وهي المؤسسه الخاصه امريكيه بجوده قياس جوده التعليم والاعتماديه الاكاديميه العالميه لكليات الهندسه، حصلنا عليها ايضا في جامعه الكويت. صحيح. فيشعر الطالب، يشعر المدرس، تشعر المؤسسه نفسها انها اصبحت بمستوى دولي. صح. طبعا هذا ياثر على المناهج ايضا. واغلب المؤسسات تمنح هذا الاعتماد للمناهج باللغه الانجليزيه. صح. حتى الان. فهذا يمكن يكون يعني يضع صعوبه امام الكليات المعنيه بتدريس باللغه العربيه. اي هذا هو، بس لكن الحمد لله، يعني الحمد لله احنا. طيب. يعني قادرين نساوي بين الامور. دكتور احمد الاثر، يعني تمويل الابحاث، يعني ماذا عن النظام الالي لتمويل الابحاث؟ تمويل الابحاث طبعا النظام الالي تمويل الابحاث هذه من الانظمه اللي انا افتخر فيها. ودائما اقول لمديرة اداره الابحاث الاستاذه فاطمه النجار، هي اللي اشعلت شعله الانتقال من العمل اليدوي الى العمل الالكتروني، كانت هي المبادره في مشروعها. الان المشروع هذا يعتبر حاليا مطلوب مني، وانت تكلمني الاسبوع هذا باكر راح يسافرون استاذه فاطمه النجار مع مدير الحاسب الالي لعرض هذه التجربه، تجربه نظام الابحاث في دوله البحرين، بطلب من الامان من جامعه الدول العربيه. جامعه الدول العربيه طلبت منا ان ننقل تجربتنا، خاصه التجربه الالكترونيه بما يتعلق مع نظام بانر تاس ونظام الابحاث، لجميع الدول العربيه بجدول وضعته الجامعه الدول العربيه، وراح يفترون على مقار الدول العربيه ويون الوفود من الجامعه الدول العربيه لاي دوله يختارونها، ويتم عمليه التدريب خلال العام، عرض التجربه خلال العام الدراسي كامل. فهذا بحد ذاته يعتبر، شوف اذا المؤسسات مثل جامعه الدول العربيه تطلب منا ان ننقله للدول العربيه الاخرى. البرنامج هذا مثل ما قلت لك بني داخل الاداره بكل نقاطه، يعني ما خلو صغيره وكبيره. حاليا وانت قاعد في بيتكم تبي تقدم اي بحث، مجرد انك تدخل على السيستم تحط بياناتك وسند، يروح حق رئيس القسم يتعامل معاه ثم عميد الكليه، وبعدين يرسل للجنه الابحاث لتقييم بحثك، ويجي لك التمويل بدون حتى ما يحتاج ان انت تطلع من كليتك او من مكانك وتراكض مع ورقيا ورا وين الكتاب الفلاني، وين وين مثلا اجهزه الشراء او اللي بشتريها، العماله انتهت هذه نهائيا، كل شغلك الكتروني. فيعتبر هذا مثل ما قلت لك من اول البرامج اللي انا اعتز فيها كبرامج حولت عملنا الى عمل الكتروني، وبنفس الوقت كان لها مردود كبير حتى في زياده طلب اعضاء هيئه التدريس لعمل ابحاث، لان سهلنا لهم باللغه الانجليزيه والعربيه، وتمر واللغه العربيه ايضا العربية. يمر عبر برامج مثل تيرنت ان او برامج كشف، بان يجب ان تكون هذه الفكره يعني يملك الباحث وتحفظ سرية أيضا، لو لم يقبل البحث أنه ممكن أن يقدمه بجهة أخرى ولا انتهى قدمه. لا ممكن يقدمه بجهة أخرى، ممكن يقدم يرجع للفيدباك ويقول له والله أن وضع البحث كذا، وفي فترات زمنية محددة ما نقدر نتجاوزها، فيرجع للفيدباك ممكن يأخذ يقدمه لأي جهة أخرى. بما يتعلق بتوطين أيضا مهنة التمريض والاكتفاء الذاتي دكتور أحمد، يعني حدثنا عن هذه الخطوة. والله شوف، بالنسبة للتوطين التمريض والاكتفاء الذاتي، يعني خاصة بالنسبة لكلية التمريض ومهنة التمريض تعتبر من أفضل المهن، لكن الإقبال عليها زاد في البداية، كان ضعيف. متى زاد؟ زاد لما مثل ما قلت لك مساء أن ترابطنا مع القطاع الخاص، وقعنا عقد مع مستشفى شركة النفط قبل سنتين. العقد اللي وقعناه مع شركة النفط ياخذ الطالب اللي يدخل عندنا، في طلبة هم يستوعبوا ويوقعون معاه عقد من البداية، هذا الطالب كأنه يدرس عندنا لكن كأنه موظف بالكي او سي من اول ما درس عندنا، فحتى تمشي له مخصصات احسن من مخصصات الموظف العادي. فزاد الطلب عليها، كان العدد القبول كان عدد جدا بسيط، الان ارتفع وارتفعت نسبه الطلب عليها. الحاجه الفعليه لممرضين مهوله، يعني نتكلم على مستشفى جابر، مستشفى الجهره، مستشفى الاحمد الجديد، زين مقارنة بعدد الخريجين اللي احنا قاعد نخرجهم، اعتقد نحتاج سنوات طويله حتى نقول ان احنا ممكن نوصل لسد العجز في الطاقم. الاستيعاب كبير حاليا، ومستقبلا ايضا حسب الخطه الموضوعه. الاستيعاب كبير، السوق يبي، يعني الطالب اللي يدخل عندنا في كليه التمريض
يمكن أفضل طالب هو عارف أن السوق ماخذة ماخذة سواء المستشفيات الخاصة أو المستشفيات العامة. فوظيفته مضمونة، معاشاته من أفضل ما يكون، نقول فرص الوظيفية المتاحة أفضل من غيره. حاليا مثل ما قلت حتى في التمريض المدرسي، التخصص الجديد اللي فتحناه، ما تبي تصير ممرض في المستشفى، في تخصص تمريض مدرسي ان رجعوا وزاره التربيه بالتعاون مع وزاره التربيه ان نخرج لهم ممرضين للمدارس مثل ما كان معمول فيه بالسابق. دكتور احمد، ماذا عن متطلبات الحصول على الاعتماد الاكاديمي يعني من المؤسسات الامريكيه بالتحديد؟ ها طبعا متطلباتها يعني دقيقة وما هي سهلة، لكن وتحتاج إلى وقت. يمكن دكتورة ندى تدري الوقت اللي الوقت والمناهج وأعضاء هيئة التدريس، خلفياتهم، تعليمهم، أحيانا يكون شيء صعب على القسم لأن عضو هيئة التدريس يشعر بأن هذا الاعتماد الخارجي قد يؤثر عليه بالمهنة. صحيح. أحيانا تخلق هذه الأمور توتر، ولكن في نهاية الأمر هي قيمة جيدة. هي قيمة جيدة. يعني هي قيمة المؤسسة. أي قيمة مضافة. بس أيضا عالية. سمعنا عن الموسيقى. يعني إحنا في مركز جابر الثقافي أول مرة أسمع بأن في خريجين موسيقى وبيانو عازفين، وفي توجه اليوم من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس عندكم بأنهم إيون يعزفون، أو يمكن هل مهتمين أنتم بهالقطاع؟ أول مرة أنا أسمع. لا يعني عندنا قسم التربية الموسيقية، يعني من الأقسام المهمة في كلية التربية الأساسية. قسم التربية الموسيقية يعني اهتمامنا فيه جدا عالي، ومشاركاتهم سواء مشاركاتهم المحلية أو الخارجية بما يتعلق في الموسيقى. كغالبية احتفالاتنا اللي تصير بترتيب وإخراج ومونتاج من قسم الموسيقى. حفل الأمير الأخير، حفل الأمير الأخير دكتورة ندى، يعني في مفارقة أن احنا كل سنة في حفل الأمير نحط له فقرة غنائية تتماشى مع الوقت اللي احنا فيه، شنو شغلنا، شنو اللي عندنا، شنو كذا. السنه هذه جينا الوقت اللي امامنا والانجاز اللي انجزته دوله الكويت هو وجود الاوبرا. فجينا وقلنا خلاص احنا الهديه اللي راح نقدمها لصاحب السمو في تخريج الطلبه هي اغنيه بالاوبرا. فغناها طالب من طلبتنا مبتعث، مبتعث عندنا بالإضافة إلى والكورال اللي كانوا موجودين معهم وطلبتنا وطالباتنا اللي موجودين في قسم الموسيقى. والأغنية هذه يعني أعتقد يعني أنها لاقت استحسان كبير من صاحب السمو ومن جميع اللي كانوا موجودين في حفل التخرج. بما يتعلق دكتور أحمد الأثر، يعني هناك بالنسبة للمجال العلمي بالتحديد، يعني ما هي الأبحاث التي تركزون عليها يعني بالتحديد؟ احنا غالبيه ابحاثنا تكون ابحاث تطبيقيه، لكن ما نقدر نتكلم على مجال معين ان احنا نركز عليه. يعني احنا عندنا مثل ما قلت لك كليه الدراسات التكنولوجيه، كليه العلوم الصحيه، كليه التمريض والتربيه الاساسيه، وكليه العلوم التجاريه. كل كليه لها تخصصاتها المتاحه اللي تقوم ابحاث على حسب التخصص الموجود. بعض الابحاث اللي ممكن نشجعها وقمنا فيها مثل الابحاث اللي قام فيها المهندس محمد العنزي بما يخص النانو تكنولوجي، بعض الابحاث الخاصه في الاشعاع النووي اللي قاعد يقوم فيها دكتور درويش العازمي، بالاضافه الى بعض الابحاث اللي تكون متطلب من المتطلبات اللي تطلبها المؤسسات الدوله. يعني مثلا هيئه الشباب مرات تقول لنا انا ابي بحث في المجال الفلاني، وزارة الدولة تقول هل عملتوا بحث في الجانب الفلاني؟ زودونا فيه. فقاعد نزودهم في البحوث اللي موجودة، ولو أن ميزانية الأبحاث عندنا ميزانية يعني إذا قارنتها بميزانية جامعة الكويت راح تكون يمكن لا ما تي إلا 10% من ميزانية مخصصة لجامعة الكويت، لكن في لكن في ناس قاعد تنجز وقاعد يقومون في أبحاث حتى على حسابهم الخاص. صحيح. وما صار هذا البحث أو الميزانية عائق لهم إنه يقول والله ما أبي. صحيح. أسوي بحث أو إني أقوم فيه. صحيح، وأنا واحدة منهم. دكتور أحمد، يعني نفتح المجال أيضا لبعض التساؤلات، يعني بما يتعلق بأبنائك الطلبة. يعني نحن مقبلين ايضا على فتره الصيف وايضا للمستجدين من طلبه الثانويه العامه. إيه نعم. هل دخلتم في مراحل حرجه في قبول الطلبه؟ يعني هناك في مقارنه الحين قالوا كويتيين وابناء كويتيات، كيف يتم هذا حل هذا الموضوع بالضبط؟ لا هو ما نقول لان القانون سواهم.
أي. في مجال القبول يعني. في مجال القبول لكن احنا في البدايه يعني طبعا يمكن جامعه الكويت سابقتنا بهالموضوع هذا من زمان انه يعاملون معامله الابناء الكويتيه معامله الكويتي. احنا ما كان عندنا، احنا بدينا السنه هذه. فمرات اي مشروع جديد انت تسويه تمشي فيه على مراحل. المرحله الاولى اللي بدينا السنه هذه ان عاملناهم ب معامله النسب، ان الكويتي نسبته ايش كثر تعامل ابناء الكويت يتعاملون معه. السنه الجايه راح نعاملهم في التخصصات وإمكانية الانتقال من كلية إلى كلية، لكن راح يأخذون كل مميزات الكويتي. أعتقد أن خلال فصل دراسي أو فصلين من الآن، خاصة أن عددهم ترى جدا محدود أبناء الكويتيات، يعني ما تقول أن عدد. وين تركزون بالضبط يعني بخصوص الليلة؟ الغالبية يبون كلية التربية الأساسية. التربية الأساسية. الغالبية يبون كلية التربية الأساسية، بعض منهم اللي يبون كلية العلوم الصحية لبعض التخصصات خاصة ما يتعلق في طوارئ طبية. وقليل منهم بالنسبة للتكنولوجيا، لكن عندك التمريض والعلوم الصحية وكلية التربية الأساسية. يعني لا توجد أزمة قبول؟ ما توجد أزمة قبول، لكن احنا على حسب الميزانية الموجودة عندنا وحسب الميزانية اللي قاعد تخفض كل سنة، أنا راح أقول لك عندي راح تصير عندي احتمال أزمة استيعاب أعداد الطلبة اللي قاعد نستوعبهم كل سنة، لأن احنا وصلنا إلى مراحل الآن أن الطاقة الاستيعابية مالتك توصل لنقطة معينة تقول خلاص ما أقدر أتعدها، لا في مبانيك لا في على ما تضحي في أمور كثيرة. فإذا الميزانية ما تم الإيفاء فيها بشكل يساعدنا على أن نستمر في عملنا بالطريقة اللي قاعد نمشي فيها، أنا أعتقد راح نوصل في فترة من الزمن نقول أن خلاص الطاقة الاستيعابية هذه اللي نقدر نوقف عليها ما نقدر نكمل. لكن إذا تم افتتاح المباني الجديدة لا، الطاقة الاستيعابية ذي الساعة راح تكون متوفرة. هذه إحصائية تم تكرارها أيضا بأعداد المقيدين في كليات هي العامة للتعليم الحالي. إذا المخرج يكبرها شوي أو يعطينا نظارات المجموع الكلي طبعا لو تلاحظوا 30,184 طالب وطالبة في الكليات، لم يشمل المعاهد والدورات الخاصة. وتلاحظ شوف الغالبية العظمى موجودة وين؟ في كلية التربية الأساسية، تتكلم على 18,569 طالب وطالبة في كلية واحدة. تيها بعدين طبعا كلية دراسات تجارية اللي هي 5,600، وبعدين كلية دراسات تكنولوجية 4,500، العلوم الصحية 1000، كلية التمريض شوف العدد 1,411 زاد العدد. نشوف من البداية لما تطالع أنه 95-95 وشلون الأعداد تزيد. لو تقارنها بالسنوات السابقة راح تلاحظ أن عدد المقبولين 3-4-7، الآن لا تكلم على تعديت كسرت حاجز 50، وهذا بحد ذاته إنجاز للكلية. في إقبال الذكور وهذا الإجمالي دكتور الإجمالي للذكور والإناث. الذكور والإناث في كلية التمريض ولا كعام لكل الطلبة؟ لا كلية التمريض. كلية التمريض اتكلم على الإجمالي 411 ما بين الذكور 177 و234 من الإناث. وعدد طبعا مو سهل، عدد يعني حق كليه التمريض اعتقد انه يعني تعبناك معنا. لا بالعكس بالعكس، سمعنا انك تسبح وتحدق يعني هل في تخصص عندك حداق وسباحه ولا هذه لا هوايه متخصص خاصه؟ لا ولا راح نشوف شيء؟ لا مو تخصص، هذه هوايه خاصه، لان بعد التقاعد اعتقد في طلب على هذه الهوايه. دكتور احمد الاثري المدير العام للهيئه العامه للتعليم التطبيق والتدريب، شكرا جزيلا لك واسعدتنا بهذا اللقاء. الله يسعدك، الشكر موصول. دكتور ندى شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وفعلا استمتعنا بهذا الحوار، ولك زياره ثانيه لنا وننزل نصور عندكم ان شاء الله. حياكم الله. الموسيقى والطلبه والروبوت ايضا سمعنا عنه من انجازاتكم. الكثير من الامور ان شاء الله لنا زياره ثانيه ان شاء الله. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، انتهت محاور حلقتنا في برنامج شارع السور، لكن متابعتنا للاحداث المحليه وايضا الاقليميه وتفاعلاتها تجعلنا نرصد ونحلل. يمكنكم متابعتنا على المواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ وتويتر. الأسبوع المقبل مشاهدينا يجمعنا بكم إن شاء الله في نفس الموعد. شارع السور، في أمان الله.